عارف احنا هنا عاملين 5 مناطق. انا اول مره اخش. ايه رايك؟ جميل. احنا عاملين 5 مناطق هنا. نو سكوير مول احنا عاملين فيه كذا اكتيفيتي جوه نو سكوير مول. عاملين مسرح وعاملين مسرح قدام، وعاملين احنا عملنا الارينا بتاعتنا الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه من الطريق عشان نحيي المنطقه الثانيه دي بتاخد حوالي 30,000 واحد. بعد الناحيه الثانيه كانك الناحيه الثانيه في الطريق يعني. هي كانك الناحيه الثانيه في الطريق. وكل ده ايه بقى؟ دي ابراج يعني مش فندقيه بقى، دي ابراج سكنيه. السنة دي حوالي 5 مسرحيات. مسرحيات ايه بقى؟ في مسرحية بتاعت خالد جلال شباب كلها. اوكي. وانا لسه متفرج عليها الحقيقة، حاجة استعراضية، حاجة لطيفة جدا جدا يعني. وكل يوم بتتعرض؟ لا، بتتعرض 3 ايام في الاسبوع، بتتعرض خميس جمعة سبت. وبعدين عندنا بقى مسرحيات تانية عملناها بالتعاون مع موسم الرياض، في كريم عبد العزيز، في بونيلي كريم طبعا، وفي كريم محمود عبد العزيز. كريم محمود عبد العزيز في كذا مسرحيه لطيفه شغاله. فكل يوم كل يوم في حاجه جديده، كل يوم كل اسبوع في حاجه. طب هل في حته بتبقى فيها بقى الابلكيشن فيها كل البروجرام بتاع اليوم؟ على تذكرتي برضه تخش على تذكرتي تطلع التيكتس بتاعتك، بتدي لك ديجيتالي وبتيجي. أنا كمان السنة دي التغطية مختلفة، التغطية السنة دي عندنا برامج عن العالمين، عن المهرجان في كل التلفزيونات وعلى الديجيتال. عندنا الهايب بنحاول يبقى الهايب عالي. والحقيقة لا يعني هقول لك على حاجة، أنا امبارح بالليل هنا بيبقى زحمة يعني، المنطقة دي بتاعت الألعاب في ترافيك بالليل، ترافيك محترم. المسرح كان في حد ذاته ديستنيشن زمان يعني، الناس بتيجي من الخليج او من شمال افريقيا يتفرجوا على عادل امام ومحمد صبحي. وبالذات في الصيف مسرح اسكندريه، في اسكندريه كان الواحد ينام الظهر عشان يسهر بالليل، عشان يسهر بالليل بالظبط كده. صح. لا والمسرحيات السنه دي حلوه يعني، حتى بتاعت خالد جلال بتاعت الشباب انا جيت اتفرجت عليها بصراحه حاجه تحفه. الناس تقضي اليوم هنا كله؟ تقضي اليوم كله، تاكل وتشرب وتلعب. واللي عايز يروح حفله، احنا عندنا مكانين للحفلات بالليل، واحده في اليو ارينا وواحده في المسرح الروماني. المسرح الروماني ده فين بقى؟ في المنطقه الثقافيه.